انتقل إذن إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء الشيخ العلامة سالم بن إبراهيم المدعو الطالب سالم شيخ زاوية الضاوية وإمام مسجد عبد القادر الجيلاني بمستشفى عبد الكريم بودرغومة بمدينة أدرار عن عمر يناهز 91 سنة، حيث يعد الشيخ أحد أبرز مشايخ وأعلام المنطقة، فيما تجدر الإشارة إلى أنه كان معلما للقرآن الكريم وإماما وعضوا سابقا بالمجلس الإسلامي الأعلى وناظرا ومفتشا جهويا للشؤون الدينية. النهار تنقلت إلى منزل الشيخ ورصدت هذه التصريحات. نعيش هذا اليوم جوا حزينا ومؤلما بفقدنا لأحد رموز القرآن ورأس من رؤوس الفقه والتربية الروحية والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة في هذه المنطقة، وهو العلامة الشيخ سيدي الحاج سالم بن إبراهيم رحمة الله عليه، والذي كان خبر وفاته بمثابة الصاعقة التي تنزل على الناس حينما يفقدون غطاءهم الروحي وغطاءهم الفقهي وغطاءهم التربوي. هو أحد الأساطين وأحد الأعلام وأحد جهابذة العلم في هذه المنطقة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وجميع المعزين والمحبين أن يرزقنا جميع الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنا لفراقه لمحزونون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشكر الله وسعي الجميع. الله يرحمه ويوسع عليه، وانتم الله يختكم باركته. قال لحم حاضرين الله يختم باركته حتى يتلقى معه في ظل العرش يوم القيامة ويهدي في المكة ويدخل من الجنة. قال حاضرين الله يرحمه ويوسع عليه ويجعل البركة نفسها في التلاميذ تاعو، في الطلبة، في ولاده، في صهاره، وفي بناته، في أصحابه وتلامذته من المشرق المغرب، الله يرحمه ويوسع عليه. إن لله وإنا إليه راجعون. الإشراف فقد أو سيتم تشييع جنازة الفقيد يوم غد الأربعاء، وهذا بولاية أدرار.